السلام عليكم، معكم جواد من هذه القناة. فيديو اليوم من مجموعة الحروف العربية الـ3D اللي بديناها ذاك الأسبوع يوم الخميس، وهذه المجموعة الثانية منها، وإن شاء الله تعجبكم وتستمتعون وتون تشوفونها. واللي ما شاف الفيديو اللي قبل راح أحط إليه لينك في علامة التعجب يضرب عليه وسيده برجع حق المجموعة الأولى، بس لازم تكملون هذه المجموعة وتخبروني إذا طلع حرفكم أو لا، وشنو رأيكم هذه الأفكار. ونقطة أنا ما ذكرتها في الفيديو اللي راح، هذا التصميم من الحروف طبعا مو تصميم الخاص، هذا خط كوفي بس عجبني واجد وحبيت أني أطبقه بطريقة الـ3D. والتعليقات في نهاية المقطع، الكل يشوف تعليقه، ان شاء الله يكون تعليقكم موجود، واذا مو موجود خبروني علشان اخليه يطلع في المقاطع الجاية. وما راح اطول عليكم بالتسجيل الصوتي، طالعوا الفيديو على راحتكم، بس تأكدوا انكم تحطون اللايك وتشتركون في القناة وتفعلون جرس التنبيهات وانشروا الفيديو اذا عجبكم، ونشوفكم في مقطع يوم الاثنين.